وينضم إلينا أيضا هاتفيا الأستاذ سعيد صالح وهو مستشار وزير الزراعة. أستاذ سعيد بعد التحية، يعني اليوم السيد وزير الزراعة كان له عدد من التصريحات الهامة فيما يتعلق بمشروع اليوم أو اليوم بدء موسم حصاد القمح، يعني زيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح هذا العام، كيف ترى أهمية هذه الزيادة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم خاصة في سلاسل الإمداد الغذائية؟ بداية صباح الخير على المشاهد المصري وعلى شعب مصر العظيم وعلى الاستوديو، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا النهاردة فخامة الرئيس فتح موسم حصاد القمح لهذا العام. لا يخفى على المشاهد المصري ولا يخفى على المصريين بشكل عام وجود العديد من الأزمات الموجودة حاليا والتي تؤثر على عملية تأمين الغذاء بأن يكون غذاء آمن ومستدام بشكل مستمر للشعوب. أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية. من هذه الأزمات أوجدت حاجة ماسة لمضاعفة الدول جهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. ولذلك ملف الأمن الغذائي المصري شكل لفخامة الرئيس وشكل الدولة المصرية أهمية وأولوية قصوى من خلال العمل على مسارات متعددة لتحقيق هذا الهدف هو الأمن، توفير الغذاء للشعب المصري. من خلال إقرحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، من خلال أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، في متناول جميع طوائف الشعب المصري، أن يكون المنتج صحي وآمن ومستدام، أن تكون الموارد المتاحة متاحة بشكل مستمر لتأمين عملية الغذاء. نعم، يعني تابعنا بالطبع على مدار السنوات السابقة هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية وأولت أهمية كبيرة جدا لقطاع الزراعة باعتباره قطاع هام جدا في الاقتصاد المصري. أهم الخطوات اللي اتخذتها الدولة في الفترة القريبة السابقة لدعم قطاع الزراعة. حقيقة يحسب لفخامة الرئيس ولمؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية احساسها بالمشكلة. الحكومة المصرية وفخامة الرئيس بقى الفكر استباقي، ما بقاش بننتظر المشكلة عشان نحلها، لا، ده بقى فكر استباقي بيمتد لأكثر من سنتين أو ثلاثة أو أربعة عشان نواجه المشكلة. مثلا في 2014 الدولة المصرية وفخامة الرئيس والمولى عز وجل حمى هذه الدولة من خلال تبني فخامة الرئيس للمشروع القومي للصوامع. هذا المشروع الذي حافظ على المخزون الاستراتيجي للقمح الان، ولولا هذا المشروع لكانت مصر في 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 مكان اخر غير اللي احنا موجودين فيه النهارده. هذا المشروع امن احتياجات مصر من المحصول الاستراتيجي القمح، واصبح عندنا مخزون بيكفي استهلاك مصر واستهلاك الشعب المصري من 4 إلى 6 شهور. لم تعد مشكله العجز الغذائي مجرد مشكله اقتصاديه او زراعيه، لا، تتعدى تصبح مشكله قضيه سياسيه استراتيجيه ترتبط بالامن القومي والامن الاقليمي. واصبح الغذاء زي ما شفتي والمشاهد سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجه والمصدره، تضغط به على الدول المصدره المستورده لتحقيق اهداف سياسيه معينه، وزي شفنا اللي بيحصل اليومين دول. قطاع الزراعه في مصر بيعتبر احد الركائز الاساسيه للاقتصاد القومي، نظر لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمه للصناعه الوطنيه. إضافة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الصناعية. فخامة الرئيس أولى أهمية خاصة لهذا القطاع، تتمثل في تأكيد فخامته المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي، وذلك بتبني مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي بما يساهم في زيادة الإنتاجية وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. يعني عندما تبنى فخامة الرئيس وأعطى أولوية كبرى لقطاع الزراعة انشات العديد من المشروعات المتمثله في الحصر التصنيفي والتوسع الافقي للاراضي الزراعيه، وهي محاوله لضم اراضي جديده للرقعه الزراعيه. لكي يعلم المشاهد احنا حاليا دلوقتي عندنا 9.7 مليون فدان. مشروعات التوسع الافقي واستصلاح اراضي جديده وادخال اراضي جديده مستمره لا تتوقف، وفخامه الرئيس بيدعم بنفسه شخصيا هذا الامر لكي تؤمن مصر الغذاء من خلال زياده الرقعه الزراعيه وادخال اراضي زراعيه ومساحات اخرى للرقعه الزراعيه والاراضي المزرعه عشان نامن غذائنا من القمح. النهارده محصول القمح بدا افتتاحه النهارده عن طريق فخامه الرئيس. النهارده احنا المزروع الاراضي المزرعه القمح
حوالي 3.6 من 10 مليون فدان، المستهدف تحقيقه وحصاده منها حوالي 10 مليون طن. احنا الحمد لله بنستهدف يا رب ان احنا نقدر نحصد من المزارعين واخواتنا المزارعين والفلاحين المصريين، احنا بنراهن على وطنيتهم يوردهم 6 مليون طن. وربما هذا هو سؤالي القادم، كيف تفاعل الفلاحين والمزارعين مع مبادرات الدولة التي قدمتها لهم في الفترة السابقة لتشجيعهم على توريد القمح والتعاون مع الدولة في هذه الفترة الحالية؟ حقيقة زي ما قال زميلي السابق مع حضرتك، الدولة المصرية أولت الفلاح والزراعة المصرية أهمية قصوى، فمنذ هذا الاهتمام أمرت البنك الزراعي المصري وكلفته بتوفير مجموعة من المبادرات الخاصة بالوقوف جنبا إلى جنب المزارع والفلاح المصري. ناهيك عن المبادرات الأخيرة الخاصة بموضوع القمح تحديدا، وهي حصول المزارع على قيمة ما يقوم بتوريده من القمح خلال 48 ساعة بحد أقصى، وفرت نقاط الاستلام حوالي 450 نقطة استلام بالقرب من الفلاح، وبالتالي سهلت عليه ووفرت عليه عمليات النقل والمشقة والمعاناة اللي بيعانيها في عملية توريد بالنقاط اللي كانت بعيدة عنه. النهاردة الدولة ما اكتفتش بكده، بل قدمت بعض الحوافز المالية المباشرة للمزارعين المزارع القمح عشان تحفزهم على توريد الكميات المطلوبة منهم خلال عمليات حصاد القمح هذا العام. وبالتالي احنا بنراهن على وطنية المزارع المصري، بنراهن على وطنية الجيش الأخضر، بنراهن على حب المصريين، بنراهن على ان الدولة قامت بما يجب ان تقوم به واكثر، وقامت بما عليها من تيسيرات وحوافز وحزمة من التيسيرات. النهارده الدور على المزارع والفلاح المصري ان هو يقوم بالدور المقابل ويقوم بتوريد كميات المطلوبة الى نقاط الاستلام. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سعيد صالح مستشار وزير الزراعة.